نقدموا الشكر الجزيل للناس اللي ساهموا في هذا الطريق هذه في الانجاز ديال هذا الطريق اللي هما الجماعه ديال مولوي بوزقطون الرئيس ديال الجماعه ورئيس المجلس الاقليمي كنقدموا لهم الشكر من هذا المنبر هذا والناس ديال الدوار كلهم فرحانين بهذا الطريق هذه وكنتمنوا الله تبارك وتعالى يسخر الجميع الله يجازيهم بخير الله يكمل بخير الجميع وكنتمنوا من الناس اللي خدامين تكون الامور مزيانه بجد الله تبارك وتعالى وكيما قلنا راه الناس ديال الدوار فرحانين بهذا الشيء والطريق هي عباره عن الشرايين ديال الدوار وقدمت لنا واحد الوزن كبير بالنسبه للمنطقه لانه مزيانه للدواور اللي قراب تقريبا بجوج الكيلومتر ثلاثه الكيلومتر كتفرق تقريبا على واحد اربعه ديال الدوار ولا خمسه والحمد لله رب العالمين 2021 دخلت علينا بواحد الخير كبير اللي هو الطريق اللي جاتنا للدوار الحمد لله ربما عندنا الماء عندنا الضوء كان خاصنا الطريق ها هي جات الناس ديال الدوار كلهم فرحانين بهذا الشيء هذا وناشطين الحمد لله رب العالمين وكنعاودوا نشكروا بزاف الرئيس ديال الجماعه ديال مولوي بوزقطون اللي هو السيد رضا والرئيس علال ديال رئيس المجلس الاقليمي الشكر الجزيل لانهم ساهموا بزاف في هذه الطريق هذه فكما تشوفوا الحمد لله فمشروع ديال طريق القميحات اللي تبلغ المسافه ديالو جوج ديال الكيلومتر هو مشروع كان حلم كان حلم ولكن الحمد لله بفضل المجهودات ديالنا ومجهودات ديال الساده اعضاء الجامعه الترابيه مولوي بوزقطون وكذلك مجهودات تاع السيد الرئيس ديال المجلس الاقليمي والساده اعضاء المجلس الاقليمي مشكورين كذلك الاطر ديال المجلس الاقليمي فبعد مجموعه من المحاولات ومجموعه ديال السنوات استطعنا باش نجمعوا الغلاف المالي الذي يقدر ب 190 مليون تقريبا فاخيرا الحمد لله اليوم كما تتشرفوا على اعطاء الانطلاقه ديال المشروع فكل شيء الحمد لله فرحان حنا فرحانين السكان ديال المنطقه فرحانين هذا المشروع اللي غادي يعطي الاضافه للمنطقه واحد المجموعه ديال الدواوير غادي يستافدوا منه وبالتالي فالحمد لله يعني هذا مكسب.